بيحصل ده غريب وجديد جدا عن البرنامج في السبع مواسم خلينا اول ارحب بيها واقول لها وحشتيني جدا أه 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 طول الوقت انا بحبك وفريق ده بيحبك والجمهور بيحبك وبيسمع كلامك فانت لذيذه وهاديه ومتوازنه وقمر انا بحبكم كلكم نرمين البحرين نورت الدنيا, الدنيا كلها وحشتونا الحمد لله ايه رايك في المفاجاه دي جميلة. بيبو فرقع جيجي جامد عامله لك مفاجاه مفاجاه <applause> احنا كنا نوهنا في بداية الحلقات بتاعة الأسبوع اللي فات إن احنا هيكون معانا جمهور أو سيدات وبنات من جمهور هي وبس موجودين معانا في الاستوديو وبنحط البوست وانتو بتقدموا بنختار كده وهم <applause> انتوا منورينا النهارده والله بس بقى ده النهارده ان شاء الله نرمين مركزه معايا <applause> 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 اوكي هنتكلم عن ايه الاخطاء اللي احنا بنعملها في حق نفسنا في حياتنا بتقلب سودة بقى بعيد أوه. عنك بعيد عني وبعيد عن السامعين وبعيد أوه. عنهم اه حضرتك هتديني أخطأ. وبعدين ممكن نسمع خطا كده من وجهه نظر كل واحده خطأت في نفسها ازاي؟ <applause> شكلها عندها اخطاء كتير شكلك عندك اخطاء كتير مظبوط؟ <applause> اوكي اتفضلي حلو احنا بقى طبعا بنتنا حبيبتنا اخطاء ما بتخلصش ما شاء الله <applause> بقى. احنا مش هنقول احنا هنبتدي ونعد بقى مع بعض اول خطا لو ركزنا كده مع اي بنت او اي واحده هتلاقيها دايما تركيزها مع العالم الخارجي. عايزه حد يحبني عايزه احس بالامان حد يحسسني بالامان عايزه حد اتسند عليه عايزه حد يفهمني عايزه زي ما بدي اخد عايزه الناس تديني دايما هي عينها على العالم الخارجي شايفه ان سعادتها المشاعر الايجابيه كل مشاكلها هتتحل لو العالم الخارجي ده اديها اللي عايزاه ودي اكبر غلطه هي بتغلطها في حق نفسها. لانه هابي از يور العالم الخارجي هيخليكي اسعد وليس سعيده هابير نوت هابي سعادتك بتيجي الاول من جوه بعد كده باخدها من بره وده اللي دايما بيخلي الستات دايما تعيسه لان هي دايما بصة بره في حاله احتياج في حاله عايزه مستنيه فده بيخليها تعيش ازاي ملوي دراعها هل في واحده ملوي دراعها هتعرف تختار صح هل في هتعرف تكرر صح؟ هل في واحدة هتعرف تبقى سعيدة كده وبوزيتيف؟ خ... كل حياتك هتتشقلب لأن مفيش إنسان ماله يدرع يكون قادر حتى يحس ب... بأي مشاعر حتى ب... مينيموم يعني أنا موجوعة. فطول ما أنت باصة إن بره ده السورس كارثة. ربنا من رحمته بينا لما خلق كائن الست عشان احنا ديزاين نبقى أمهات كلنا عندنا ذكاء عاطفي ايموشنال انتليجنس. تلاقي الأم قاعدة يقول إيه ده البيبي بيعيط جعان شوفي شوفي لا لا ده حبيبي تلاقيه مغص لا لا ده عايز ينام هي قدرت تفهم احتياجات البيبي الست لما بتقعد مع حد راجل ام بيبي انا بقدر عندي ذكاء اقرا الاحتياجات طب ما الذكاء ده زي ما انا مستخدماه ما شاء الله مع خلق ربنا كلهم وذكيه جدا تقول انا لايف كوتش اصحابي كلهم بس باجي لحد عندي ما بعرفش حل مشاكل انا راضي وش يبيني بالظبط آه لكن باجي لحد عندي ما. طب ما ده انا محتاجه استخدمه مع نفسي ان انا اعرف ابص جوايا افهمني افهم احتياجاتي واتعلم الاول انا اديها لنفسي قبل ما اروح ادور اخدها من بره اتعلم اديها لنفسي ازاي يعني انا مثلا لو انا بقول ان انا عايزه راجل حنين حلو او راجل يحن عليا احن انا على نفسي ازاي حلو قبل ما اقول لك ازاي لازم تبقي كل واحده توصل لقناعه مفيش حد هيبقى حن عليا طبعا بعد ربنا غير نفسي فلو انا ما عرفتش اي يعني مره مثلا هديك اكزامبل مره كانت واحده وقعدنا نتفق ان هي هتقول لنفسها كلام حلو نفسها تسمع كلام حلو قوي وهتقولي لنفسك بقى كلام حلو وقعدت تكتب وكل يوم تقول لنفسها كلام حلو وكانت مزقططه جت مره هاي لوزه لسه بتكتبي قلتي لنفسك ايه كلام حلو بصراحه بقى ما كتبتش حاجه بقى الاسبوع ده وما قلتش ما عملتش ليه ست البنات خير واللي هم جعلوا خير زهقت هو انا هقعد كل يوم اقول نفسي كلام حلو هقعد كل يوم ادلعني كده يقول لك زهقت قلت شكرا ما تزعليش بقى من الناس لما تزهق لك كلام حلو اذا كنت انت زهقتي لما انت زهقتي انك تقولي نفسك كلام حلو يبقى لو انا ما عرفتش اطبطب على نفسي ما اطلبش من غيري يطبطب عليا لو انا وانا زعلانه معلش تبطبني ومعلش وهتعدي وانت جميل وربنا معاكي وانا عارفه انك شفت كتير وانا عارفه لو انا ما عرفتش لما اغلط معلش انتي كنتيش عارفه تعلمنا تعلمنا ايه طب تعالي بنروح نفكر احنا عملنا كده ليه لو انا ما عرفتش اكون ماي اون بيرنت واكون انا حنينه على نفسي ما اطلبش الناس انها تتفهم بقى اخطائي وتبقى حنينه عليا وتطبطب عليا اللي انا بطلبه لازم انا الاول اتعلمه الدين نفسي نسمع يلا اخطاء تنزل بقى <applause> من وجهه نظرك أتعرف عليك الاول ايمان علي ازيك يا ايمان ازي حضرتك من وجهه نظرك شايفه ايه الـ الـ ايه الخطا اللي انت ارتكبتيه في حق نفسك خلى حياتك مش زي ما انت كنت مخططة لها او كنت شايفه انها هتحصل هو حصل فعلا انا كان عندي احلام كتير من وانا صغيره وكنت ابتديت امشي فيها أه وبعد كده لما الواحد بيتعرض لتجربه سيئه او بيتعرض ان هو بيتحط مع شخص يعني بيمر معاه بظروف مش حلوه فكره ان انا بقى ابتديت ان انا اتاثر واتعب نفسيا وان انا اقفل على نفسي ونسيت حلمي خالص فعدت السنين عدت السنين ولقيت نفسي ان انا نسيت حلمي لدرجه ان انا نسيت انا نسيت كنت عايزه ابقى ايه بس بعد كده يعني من قريب ابتديت تاني ان انا امشي في الموضوع ده هو انا ما ندمتش يعني حسيت ان دي اراده ربنا بس كانت يعني كنت حاسه ان انا نفسي اقول لاي واحده يا ريت لو حصلت اي تجربه سيئه اتعرضت ان هي يعني مثلا تفقد حاجه في حياتها او كده ما يبقاش خلاص تقفل على نفسها والحياه انتهت وتنسى الحاجه الحلوه اللي كانت هتسعدها طب هي <applause> ورا <applause> كانت بتضحك انت كنت بتضحكي ليه اه وهي بتتكلم كنت انت بتضحكي والمصحف كان بيضحك ليه؟ اه ليه بقى بتضحكي؟ عليها <دلت> المواجع <applause> <applause> ايوه حضرتك افتكر <applause> <applause> يعني مثلا انا بالنسبه لي الواحد لو هو مثلا معتمد عايز يعمل حاجه معينه بيبقى مستني دعم من حد معين فلما بيستنى دعم من حد معين وفي الاخر حد مثلا بيخذله احساس ايه الغلط اللي انت <بلعت> غلطتيه في حق نفسك؟ <تصفيق> <تصفيق> ان انا اعتمدت مثلا فتره معينه على غيري عشان احقق حاجه معينه اعتمدتي <applause> 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 على غيرك <أوه. تصفيق> <applause> اعتمدتي على غيرك في ايه؟ ان انا مثلا محتاجه احقق حاجه معينه في حياتي فطبعا ما اتحققتش بسبب ان انا معتمده على حد معين شغل يعني ولا فلوس أه ولا مشاعر مثلا عايز. في شغل شغل حاليا نصب عليك بقى. يعني ولا حصل ايه لا مش نصب عليا <applause> 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 اكيد مش, عرب مش عرب. نصب عليا ان انا كنت محتاجه دعم نفسي عامه حد يشجعني في يعني المرحله أوه. دي المرحله دي حد بيبقى محتاج دعم معين اتخزن مثلا أيه. ما هقول أه على هنا دي بقى غلطه برضو انه كتير بسمع جمله كومنت من سيدات كتير انا وحلمي وما عملتش وكان حاجات كتير قوي نفسي اعملها طب ايه اللي حصل جوزي ما كانش بيشجعني وكان بيحبطني وكان دايما اقول لها منعك الحق لا طب امال ايه بس ما كانش بيشجعني بس كل ما اقول انا عن عندي فكره هعمل كذا يقعد يقلل من الفكره ويتريق عليا ويقول لي يعني هو ده بقى هتشتغلي في الاخر تعمل يعني فتقوم هي جايبه ورا عشان كده بقولك لو ما جاش من جوه هتبقي انتي لعبه في العالم الخارجي وانت بقى نصيبك العالم الخارجي بتاعك جه تمام ولا لا ما تعيشيش على جهاز التنفس الصناعي ايه ابشع الاخطاء اللي الست ممكن تغلط بيها في حق نفسها في حياتها يعني قوليلي مثلا انها تتنازل عن كرامتها انها تتنازل عن حلمها انها تعيش شمعة تحترق من اجل الاخرين ما كل دي اخطاء احنا كنا هنعد بقى ما احنا جايين عدي بقى معايا اول واحده خلاص حطيناها العالم الخارجي تاني واحده عارفين ان رغب علامه كده لما قال انا لما بقول اني بحبك انا ما بهزرش الست بقى لما بتحب للاسف حاجه بتبقى هي دي الحاجه فانا حبيت شغلي فشغلي هو سلاحي فانا بشتغل الساعه 10 11 بشتغل في الويكند وبذاكر وبطور من نفسي بنسى صحابي بنسى حياتي بنسى بنسى شغلي حبيت راجل ننزل بقى بالستارة البنك ونقفل بقى كل حاجة في حياتنا وننسى حلمنا وننسى بقى صحابنا وننسى نفسنا عشان أنا عايشة مع الراجل اللي بحبه حبيت ولادي ولادي دول حياتي وبنسى بقى اني ليه جوز وبنسى ان في اهل وصحاب وخلاص ولادي كبروا خلاص نروح للاحفاد عمرها كله في الكوكو والملوخيه والرز عشان خاطر الولاد تاكل الاكل ونعمل الاورنج جوز بجد هي بتحب حاجه حياتك بتاخديها فليه مش ببقى سعيده ليه حياتي بتتلخبط لان أنتي ربنا خلقك محتاجه فيتامينز مش انسان يقدر يعيش بفيتامين واحد زي ما جسمك عايز حديد زنك كالسيوم بلا 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 مشاعرك محتاجه فيتامينز ولادك بيدوكي فيتامين بس مش هيغنيكي عن فيتامين الاهل مش هيغنيكي عن فيتامين بارتنر، مش هيغنيكي عن النجاح وانك تحسي ان انا بعمل حاجه وليا دور ام ميكينج ديفرنس، مش هيغنيكي عن الفريندز والفن ومش هيغنيني عن القعده الحلوه، بقعد اكلمني وايه بقى وعملنا ايه الاسبوع ده وعكينا في ايه وعملنا حلو ايه ومبسوطه من نفسي في ايه وغلطت في ايه، كل واحده فيهم بتديكي حاجه عشان كده ده اللي بيوصل ستر التعلق احنا دايما بنقول كيف تفك التعلق؟ طب ليه مش بنسال من الاول ازاي ما وصلش التعلق اصلا؟ الوقايه خير من العلاج. طول ما انا مركزه في حته تعلق عالم خارجي تعلق ايه تاني غلط بشع الست بتعمله لما هي اصلا بسم الله الرحمن الرحيم ما بتكونش بتحب نفسها طب انا ليه ما قلتش ده رقم واحد لان انا لما معرفتنيش ومعرفتش احتياجاتي وانا بحبني وانت بتحبي اي حد ازاي مش ما هي بسم الله الرحمن الرحيم مش عارفه تحبها نفسها اصلا مش ما نفسها هي مركزه برده تاني تعرف ولادها وتعرف صحابها وتعرف وتشوف على الموبايل تفرج على بتفرج على كل حاجه إيه إلا هي اكبر كارثه لما بتعرفيش تحبي نفسك لما بتعرفيش تشوفي نفسك قدام المرايه دي فار بوزيتيف بتاعي والنيجاتيف اللي بعرف اعمله واللي ما بعرفش اعمله اللي انا قويه فيه والضعف عندي فيه لازم اكون صادقه مع نفسي حب النفس مش ان انا اقعد اختي أنا حلوه وكده وجميله و... واللي عاجبه عاجبه لا انا انا صدق... انا اصدق واحده مع نفسي عارفه اللي ليا وعارفه اللي عليا عارفه اللي عندي وعارفه اللي مش عندي وبشتغل على نفسي انا حبيبه ازيك يا حبيبي منورانا ميرسي ايه اكبر خطا انت انت ارتكبتيه في حق نفسك حاسه ان نفس اللي هي قالته ان انا ما كنتش بحب نفسي كفايه وان انا ساعات حتى لو ده مع اصحابي مش لازم يكون مع البارتنر بتاعك ان انت بتيجي على نفسك دايما عشان ترضي الناس اللي حواليكي بس بتلاقي ان انت في الاخر يعني ما كسبتيش حاجه او كده أو إن أنت عن حاجات عشان الناس اللي قدامك فحاسة نفس اللي هي قالته بالظبط عندك كم سنة؟ 24 واكتشفتي كده إمتى؟ السنة دي لما اتلسعتي؟ اه اتلسعتي جامد؟ اه بس أيوة كده صاحبتك كانت صاحبتك؟ اه أنا هاجي بقى معلش يا بيرمي معلش يا بيرمي رايحة الكلوزة بقول وبناتي وحبايبي اتلسعتي جامد؟ اه واحده وايه كانت يعني اه اكيد وماما كانت بتقول لك بلاش دي اه لا او ماما كانت فاكره انها بتحبها في الاول وبعدين اكتشفت ان انها ما طلعتش كده عندي طب ولما لما ده حصل انت يعني حسيتي انه هاخد أه أه بالي بعد كده في الصداقات اللي جايه ولا دي حاله فرديه والقصه خلصت؟ لا ابتديت اخد بالي وابتديت احس ان انا هحب نفسي اكتر حتى لو انا هبان للناس ان انا انانيه بس اشوف نفسي قبل ما اشوف الباقيين. في مقدمه النهارده في واحد اتجوز في واحده اتجوزت آه سمعت فيها او سوري جوز آه. انتمتها اللي هي متجوزه انت حاجه عك آه جدا <applause> والله العظيم عك العك هنا بقى نختم معاها عشان نرمي احنا مضطرين نختم بس هنعمل جزء لا. تاني بس انا هنا معاهم وبعدين جاي حالا. ايتي اتعلمتي ايه من اخطائك؟ اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان انا فعلا زي ما حبيبه قالت برضو انه احب نفسي اكتر ما بقاش قاسيه قوي على نفسي اسامح نفسي علشان اعرف اعدي واعرف اعمل احسن. ايه اكبر غلط انت غلطتي في حياتك؟ نيجاتيف سيلف توك ان انا قاسيه جدا على نفسي. يعني اغلط ما فيش مجال ان انا اسامح. في تجربه خليتك تحسي ان انسي قليله فمدى الخطا ابتدى يتمادى ويتعالى جوه نفسك لا مش مش فكره قليله بس فكره ان انا على طول حاسه ان انا ما عنديش مساحه ان انا اغلط واتعلم على طول لازم من اول مره اجيبها صح هو هو في نرمين حاجه كده في حاجه اسمها ان انا من اول مره اجيبها صح في ناس بتبقى حاطه لنفسها ال very hard expectation دي توقع ان انا ما ينفعش اغلط بيرفكت ينفعش انا ايه طالبه ايه ده الاسد يا ماما انا راجعة تاني <تصفيق> <تصفيق> يا الاسد محاولتي يا جماعه من كل حته انا مش قادره اقول لكم موضوع الاسد ده هنتكلم فيه في حلقه لوحده <applause> طيب انتوا نورتونا النهارده وانا ما لحقتش اتكلم معاكم ولا أعترف بيكم انتوا نورتونا وشرفتونا هنعمل جزء تاني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع نرمين برده أه مش بس هتبقى هي دي السجمنت او الفقره اللي هيكون موجود فيها أه بناتي واخواتي وحبايبي من مشاهدات هي وبس لكن هيبقى في فقرات بعد كده كمان العدد هتكبر احنا بس كنا زي ما بيقولوا ايه بنعمل تيست هما يجربونا واحنا نشوفهم ونشوف الضيف هيبقى مستريح ولا لا ونشوف بعد كده هنعمل ايه نرمين نورتينا تسلمي كنت وحشاني قوي قوي أكبر. هنعمل جزء تاني ان شاء الله عشان عندي كم اسئله لسه ما قلتوش ونعمل أوكي. وقت كمان اكبر ومساحه اكتر للفقره في الجزء التاني نورتونا يا امارات يا موزز انتوا احنا هنتكلم عن اخطائكم ان شاء الله مبدئيا الحلقه اللي جايه وايه اكتر اخطاء احنا بنبهدل نفسنا بيها بنستحمى بيها فبنطلع مبلولين من الحياه تمام مشاهداتي عزيزاتي وبناتي يا حبيبات. للاسف الشديد خلصت حلقتنا وخلصت معاهم الثلاث حلقات خلي بالك على نفسك آه زي ما نرمين البحية قالت حبيها حبيها واحترميها لانك اكتشفت انه احترام آه النفس ده مهم ويمكن اهم من اكون بحب نفسي لازم اكون بحبها واكون بحترمها عشان اعرف اعيش صح شوفكم ان شاء الله بإذن الله يوم الخميس جاي ساعة 6 وحلقة جديدة من هي وبس